المربع صفر هو البداية. يمشي المخطط التصاعدي من الفرد للتنظيم، وتتغير المسميات بسرعة غريبة، فيصبح الإرهابي مقاوم عظيم، وتتدخل الدول الحرة المسرطة لأن أعلامهم صوروا في وطن سجين منتهك من المظالم. القصة محبوكة بسيناريو واحد بيتكرر، الدولة السورية وحلفائها، المعارضة المسلحة، سرايا، كتائب، فرق، جيوش، ويزيد عليهم أجناد، أحرار، أحزاب، أنصار، يجي أكتر من 80، ولازم تتشكل مجالس انفصالية تعرفها في الكتب السياسية ديمقراطية، وتعدادها يجي 120، وأخيراً تنظيم. تنعقد مؤتمرات تتناقش حياة الشعب في مباحثات، وتتسمى البيانات حق تقرير المصير. ما الدولة كانت واحدة والمطلب بس التغيير، لكن الخطة مرسومة وبتتنفذ بالتفصيل. الغرض من الكلام ده مش التخويف، الهدف الأساسي هو التنوير. ده في عز الدوامة وفي وقت التقسيم قدرت بلدنا تكون مثل، وتثبت بالدليل إن مفيش مخلوق يقدر يقف قدام أمة لو شعبها أصر على التطوير وقرر ما يقفش محلك سر. علشان كده مش هنرجع تاني للمربع صفر.